وجهات نظر الفنانين المصريين وآرائهم تجاه موجة الاحتجاجات والتظاهرات التي تجتاح أنحاء مصر جاءت مختلفة ومتباينة. فبعض الفنانين انضم لمعسكر المطالبين بإسقاط النظام وإجراء تعديلات سياسية، بينما انضم البعض الآخر إلى معسكر المؤيدين لإبقاء الرئيس المصري. وبين مؤيد ومعارض احتدمت الخلافات الفنية. انقسم الفنانون المصريون في مواقفهم وردود أفعالهم إزاء التظاهرات التي تجتاح الشارع المصري، فالبعض ضمن صفوف المطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس المصري، والبعض الآخر ضمن صفوف المؤيدين للرئيس حسني مبارك والمطالبين ببقائه في السلطة حتى انتهاء فترة رئاسته. تحولت الخلافات بين عدد من هؤلاء الفنانين إلى مشادات كلامية انتهت بقطيعة معلنة، والسبب الخلاف في الرأي. فبينما شارك المخرج خالد يوسف في مظاهرة جمعة الرحيل مع عدد من الفنانين منهم شريهان وعمار الشريعي وتيسير فهمي ونهى العمروسي، كانت الممثلة غادة عبد الرازق مع عدد كبير من الفنانين منهم عبير صبري وزينة وعمرو مصطفى قد تقدمت تظاهرة فنية مؤيدة للرئيس مبارك. اليوم هو يوم إرادة الشعب وليس إرادة الشرطة وليس إرادة الحكومة. غدا أعلنت أنها قطعت علاقتها مع المخرج المصري خالد يوسف بعد مكالمة دارت بينهما طالبته فيها بدعم جهود تهدئة الشارع المصري، الأمر الذي رفضه خالد يوسف على ما يبدو، ما أدى إلى احتدام النقاش بينهما وإغلاقه الهاتف في وجهها. أما عمرو واكد الذي كان مع شقيقه ضمن المشاركين في مظاهرات الاحتجاج المطالبة بإسقاط النظام، فقد أكد أن من حق الشباب المصري التعبير عن رأيه من دون التعرض لهم. وعيب لما حكومة عندها قدرات تقطع الانترنت. انقسام بات واضحا في صفوف الفنانين المصريين ينطوي ضمن الانقسام الذي بات جليا في الشارع المصري، إلا أنه يصعب التكهن بإمكانية عودة المياه إلى مجاريها بعد انتهاء الأزمة، أم أنه سيبقى خصاما سياسيا وفنيا. علي عز الدين، العربية. ينضم إلينا من القاهرة الآن الشاعر المصري سيد حجاب. سيد حجاب، لماذا هنالك انقسام واضح بين الفنانين والممثلين المصريين إزاء ما يجري؟ يعني البعض مع والبعض ضد، هل هذه ظاهرة صحية؟ أظن أن السنوات الأخيرة في السنوات الأخيرة استقال العديد من الفنانين من دورهم الإنساني والشعبي والجماهيري، وتحول الكثيرون منهم إلى مهرج سلطان. استقال الفنانون من الرسالة، وأصبحت المسألة الآن شو بيزنس بأكثر مما هي رسالة قراءة روح الشعب والتعبير عنه. بينما ظل بالتأكيد هناك الكثيرون أيضا ممن ينتمون إلى هذا الشعب ويحلمون به ويحلمون بثورته القادمة. ولكن سيد حجاب، يعني البعض يقول أن دور الفنان في مثل هكذا الحالات والظروف هو الدعوة إلى الهدوء والتروي وليس تصعيد الأمور. أي بعض يقول هذا؟ يعني سمعنا بعض الممثلين في مصر يقولون إن اللحظة الحرجة تستوجب الهدوء والتروي وليس تصعيد الخطاب. في أحيان كثيرة يقصد بالهدوء والتروي الاستكانة والاستسلام، حين يهب الشعب بقيادة قطاع كبير من مثقفيه المستنيرين الذين يسعون إلى تحقيق إرادة هذا الشعب وحلم هذا الشعب، ويستطيع هؤلاء المثقفين أبناء الفيسبوك، أبناء يعني أرقى أدوات العصر المعلوماتية، في أن يدركوا روح الأمة ويطالبوا بمطالبها في الحرية والعدالة الاجتماعية. سيد حجاب، لكي لا يدهمنا الوقت، أنت تريد لهم أو أن يلتحقوا بصفوفهم على الأقل. طيب، أنت تريد أن تتوجه إلى المتظاهرين بقصيدة حسب ما أعلم، تفضل. كام شفنا مصر بيحرقوها غلانها وتقوم وتعلى فوق رماد الحريق، وأوزو ريس بيقطعوه فوق غطانها، وإزيس تلملم جثته يعود جريء. أنا كنت قلت إن الطوفان جاي بعيد،
وقبل ما خلص كلامي وصل ووقف كأن اللي حصل ما حصل وقوس أزح داب في النواح والعديد. لسه بقول إن الطوفان جاي أكيد، بس الزمان ساعات ما يمشيش عدل، بس الشعوب بترجعه يتعدل والدنيا تبقى عيد قيامة مجيد. شكرا للشاعر المصري سيد حجاب، كان معنا من القاهرة بطبيعة الحال العربية، يعني تأخذ بجميع الآراء، وهذه فسحة للجميع للإدلاء برأيهم.